السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. لقلان سريعة دارمارك في الهجوم، كورة خطيرة، 1-0 سجلها أولسن، اللاعب البديل المناسب في التوقيت المناسب يمنح للدارمارك الأسبقية المستحقة. المنتخب الدنماركي بيناميت ينفجر بهدف عن طريق هذا البديل. أسبقية لمنتخب الدنمارك، هذه هجمة كورة خطيرة والهدف الثاني لفريق الدنماركي عن طريق يوكيم يوقع كرة ثانية، كرة تؤكد انهيار الدفاع النمساوي. يوكيم وكرة ثانية في الشباك والثالث يمر الكرة، الهدف الثالث أكيد يتأكد هو الثالث. هذه المرة هولبيرغ يوقع على ثالث أهداف الفريق الدنماركي. كرة مررها إريكسون، خروج الحارس، حاول بعاد الكرة حارس لاجير مر منها، تجاوز برايت وايت في مناطق النمسا. أولسن يراوغ، أولسن يسدد الهدف الرابع، هدف رابع وعمل كبير. أولسن داخل المنطقة يمر ومن زاوية ضيقة صعبة يسدد ليجد منفذ للوصول لشبكة الحارس ألكسندر شلاغير. شوف الإعادة، كورة مرنا ويبيت. Played back by Locatelli. Sensi has found a way through. He's only been on the field 2 minutes. And the substitutions made by Roberto Mancini have worked. Captain for the night, on the spot. 2-0 Italy. Fired in with feeling by a frustrated looking Ciro Immobile. And it is... توالي خارج الديار، رقم قياسي، غريزمان جول والهدف الاول للمنتخب الفرنسي، رأسية غريزمان الفنان وفرحة دي. جولات هنا لدينا، كرة جنابري الى خارج ارضية الملعب. المانيا بعد انتصارين، كان الاول على اي تيم، خطوره موجوده، خطيره جورتزكا، الله على كره صدت بالعارضه تحولت الاماميه، يبدو بانه غير متسلل. هنا لدينا جنابري، لكتي خطير للغايه، تتسدد اليوسكي في الجهه اليسرى، خطير منتخب هذا جنابري، ممكن جنابري 12 على مستوى العالم، هذه اول اهداف في اللقاء. يا سيرجي جنابري، دي اليسرى خطيرة للغاية والهدف الأول الآن. لدينا كرة عرضية رأسية خطيرة الدولية، وهنا لدينا على الكرة الخطيرة توسكي، تحولت الكرة، السلام موجود، خطيرة، تسجل مقدوريا مع الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضايع من أهداف، تعود في الخلف، كيميش بنقلة ممتازة أمامية خطيرة تنقل في الجهة اليمنى، وأول الأهداف، التعادل الموجود وركلة جزاء تحتسب الآن. هل يسجل ثاني أهداف في التصفيات؟ جول، نعم جول يأتي لمصلحة ألمانيا، تعادل ألمانيا الآن من علامتي. حدث أنه يعني مع فريق آخر ممكن أن يسبب مشاكل للغاية، هنا المرور والخطورة، كنت تتحدث أنه ألمانيا عادي جدا 2-1، لكن مقدور. جلولولولو
أول كرة صعبة من بن تشيلويل، تمريرة رائعة من قبل ميسر طلبها من هنالك بن تشيلويل، دخل رحيم، رحيم لا راح رحيم 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 ركلة جزاء، رحيم وركلة جزاء يرتكبها إليك يا سلام سني، كاين وكاين وجول يفعل هاري كين ويهز الشباك لإنجلترا عند الدقيقة 19 من عمر المباراة. جيس خذين رحيم وقول رحيم وقول رحيم ويوي التسليم ويوي ورحيم الدفاع خذين وصلت كين كين ولولا كر ولولا الحارس ورحيم وميسن ورحيم ولولا وسيغيب لمدة شهر بسبب الإصابة. كرة بعيدة من رائع رائع توزيع بعيد القائمة الثانية وسهلة بالنسبة جون ستونز ضيعتها يا جون وجول 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 ياكوب مودر يعدل النتيجة لصالح المنتخب البولندي عند الدقيقة 13 كنت وماغواير وجول الخارجة دخلت في نهاية المطاف جون ستونز لماغواير ماغواير وجول لإنجلترا في الدقيقة فرق أوروبا أو غيرها من خلال تواجده في هذا الملعب. كرة بمحاولة وتسديد أمام الجميع لا زالت قائمة وصلت بأقدام جوردي ألبا ألبا يبحث عن المرور أمامية داخل منطقة الجزاء خطير لعبة كرة داخل منطقة الجزاء حكم المباراة يشير بالاستمرارية لا زالت مستمرة قائمة كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء وتسديدة تأتي من مراد عن نقاط والحديث عن البارسا كرة داخل منطقة الجزاء مراد طالت الكرة على ألفارو طالت على ألفارو تحولت بعد ذلك وأبعد دي ألبا ألبا يلعب الكرة بشكل سريع محاولة عن طريق أولمو 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 من جديد الحل يأتي بأقدام أولمو داني أولمو لاعب إربي لايبزيغ اعتراف مع دينامو زغرب قبل أن ينتقل بداية هذا الموسم كرة بمحاولة وتسديدة الثانية يأتي لام فيران توريس يسجل الثاني وبأقدام هذا الإسباني لاروخا تضمن نقاط المباراة الثلاث في الشوط الأول في الشوط البحث عن الهدف الثالث كرة هيها إلى ألفارو موراتا وموراتا يسدد لكن حارس المرمى لا زالت مستمرة قائمة اصطدمت تحولت إلى خارج أرضية الملعب ركلة يبحث عن العرضية يلعب الكرة العرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء كوكي كرة بمحاولة ملعوبة الآن فيران توريس فيران توريس عرضية خطيرة من موراتا انتصاره الأول كرة بمحاولة ملعوبة أمامية الآن لكن أيضا داخل منطقة الجزاء فرصة من فيران توريس لكن حارس المرمى مرمى أوناي سيمون كرة بمحاولة ملعوبة خطيرة 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 يعني لكل داء دواء يستطب به من السذاجة في اللقطة الماضية ما قام به أوناي سيمون الإيطالي لكن ما لعب في هذا الموسم كرة بمحاولة رأسية الثالث يأتي عن طريق من؟ عن طريق البديل يسجل إذن جيرار مورينو نعم جيرار مورينو يلعب كرة رأسية ويعلن عن ثالث الأهداف وضمان نقاط إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة